السلام عليكم الرياس، كي دايرين؟ بخير صحيح، كلشي على خير، نتوما بخير صحيح، تكون كلشي بخير. جينا اليوم باش نشرحوا لكم الطريقه ديال الطعام بالقمرون. القمرون معروف، تيتباع في السوق، كل مره والثمن ديالو، كل مره وشحال داير. كاين فيديو قبل ديال الطريقه ديالو، كيفاش تملحوا وتصوبوا في الجورنان. قلب على الفيديو وشوف كيفاش تصاوب القمرون قبل ما تمشي به للمسير. اليوم جينا باش نوريكم كيفاش نطعموا به القمرون. تنتاسف، القمرون تنطعموا به بجوج طرق، يا بالقشره ديالو، يا كنحيدوا ليه القشره كنطعموا باللحمه. انا غندير لكم عاوتاني جوج فيديوهات باش ما يكونش داكشي طويل وممل. نوريكم دابا الطريقه الاولى كيفاش نطعمو بالقمرون غير باللحمه ديالو، بلا ما ناخذو، بلا ما نخليو ليه القشره ديالو. ضروري فاش نبغيو نطعمو باللحمه يكون عندنا هذا المونتاج، راه كيشبه المونتاج ديال البيلوطه، السنانر ديال 13، خريضوري ديال الجوج، وحده قصيره على الاخرى، ديما وحده قصر من الاخرى. تناخذوا القمرون تنقشروا في طبيعه الحال، طريقه باينه ديال التقشار ديال القمرون. تنحيدوا ليه الجلده ديالو كامله، كنخليوها اللحمه. كناخذوا الصناره ديالنا، كنبداو من الفوق. هذه هي الصناره وهذه هي القمرونه، لاحظ مزيان، تنخشي الصناره من لهنا بحال هكا، وتندفع القمرونه، لاحظوا الخوز مزيان، وتندفع تنخرج الراس ديال الصنارة من الفوق. كتجي عندي القمرونة على هاد الطريقة، هادي بحال هاكا كتكون القمرة قمرون. أنا غنعاود لكم تجربة في الصنارة الأخرى اللي باقا خاوية. كنحيدو القمرونة القشرة ديالها، وكم ناخذ الصناره ديالنا، وكم بدا وقلنا من القصيب من اللور ديال السيبه ديال نخشيوها بحال هكا، تنخشيوها او ندفعو فيها حتى تيخرج لنا الراس من القدام. جاتنا على هاد الطريقه هادي. هادي اذا هي التطعيمه ديال القمرون اللي بغينا نطعمو به بلا قشره. خصنا نطعمو به بحال هكا. نتمنى نكون فدتكم في هاد الطريقة ديال القمرون كيفاش نطعمو به. وما تنساش الاشتراك في القناة رياس الدار البيضاء السيد بالقصابة، ورجوان الجروب في الفيسبوك رياس الدار البيضاء السيد بالقصابة، باش ديما يوصلك الجديد. والفيديو اللي استفدتي منه عرفتيه فادك، بارطاجيه للرياس صحابك اللي كيخرجوا معاك يشوفوه يستافدوا حتى هما. وحنا اللي طالبين منكم هو اللي يستافد من شي حاجه، رحمه الوالدين، هذا هو اللي كاين. تبارك الله عليكم اخوش الرياس، وتسناو الفيديو ديال الطريقه ديال نطعموا بالقمرون بالقشره ديالو كامله، قمرونه صحيحه في الصناره. تسناو هذا الفيديو. السلام عليكم الخوت.